كتير هي قصص الأجانب اللي بيجوا مصر في زيارة أو في رحلة بتعجبهم الأجواء فبيقرروا إن هم خلاص يستقروا في مصر بقى ويتجوزوا ويعيشوا حياتهم ويسيبوا كل حاجة في بلادهم. دلوقتي إحنا هنروح الفيوم عشان نعرفكم على ليتفيا. هي طبيبة إسبانية جت مصر في 2007 جت للدراسة. لما قعدت شوية هنا بعتت لأسرتها في إسبانيا قالت لهم إنها هتستقر خلاص في مصر وفعلا لحد دلوقتي هي مقيمة في مصر وتحديدا في محافظة الفيوم. أهل البلد سموها ملك وخلاص بقت واحدة منهم بقى بتلبس نفس لبسهم بتمارس نفس عاداتهم لحد ما بقت مصرية خالصة في الكلام حتى تشوفوها دلوقتي. كلام كتير قوي هنعرفه منها دلوقتي. هي معانا عبر زوم. صباح الخير عليك. الو صباح الخير. يا اهلا يا اهلا. لطيفيا ولا ملك بقى؟ ملك سهلة. ملك سهلة. ايوه. عايزين نرجع شوية ورا ونبدأ الرحلة من 2007 جيتي مصر. اوه ده ايام. خلاص احكي لنا بقى احنا معاكي. طيب اول مره انا جت مصر اول مره خالص اصلا كان 2006 كمان. بس جت رحله سياحه مش جت يعني مش جت مقيمه ولا حاجه. وبعد كده رجعت تاني في 2007 تمام وعديت 6 شهور ورجعت اسبانيا. وكنت بجد يعني كان مصر كان مش عارفه في قلبي. وبعد كده خدوا قرار خلاص لازم تيجي مصر وجرب هنا الحياه. طيب ملك طبعا بعد التحيه بعد ما جيتي بقى مصر يعني ازاي خدتي قرار ان انت تفضلي قاعده هنا على طول وليه تحديدا الفيوم؟ بصراحه يعني الموضوع جت مش عارفه ازاي عشان انا مش يعني كنت مش متخيله كان صغيره وكان كان الدنيا لسه يعني لسه كان ابتدي الحياة. بس لقيت فرصة هنا لقيت شغل لقيت الجو كويس والناس خفيف الموضوع كل حاجة سهلة. ده في مصر يعني في مصر بشكل عام ولا في الفيوم تحديدا؟ لا الأول نزلت القاهرة وبعد 3 سنين قاعدة في القاهرة كنت أنا أقرب أمشي رحت الفيوم. كان في صاحبتي من الفيوم عرفتها في القاهرة هي اللي وصلني هناك. لا بصي عايز اقول لك انا قرب امشي دي مش هتنفع بقى خلاص انا قربت امشي او كنت خلاص قربت امشي. انا قرب امشي. خلاص بقى انت أيوة. بقالك كتير فما ينفعش. انا قعدت هنا كل الايام السودا تبع البلد وبعد كده ما شاء الله البلد جميل. طيب. واستحملت كل حاجه وحش يعني لازم برضه في الحلو. طيب ملك انا عايز اقول بس او افهم منك اكتر الناس استقبلتك ازاي لما عرفوا ان انت جايه تقيمي عندهم في الفيوم؟ الناس في الفيوم والناس في اسبانيا. في الفيوم الناس في الفيوم لا هما الناس يعني ويلكم يعني رحبوا بيك يعني هم عرفوا ان انت جايه تعيشي معاهم. انت غريبه. تمام سامعك. ايوه. طيب الناس كده بحسس يعني انت واحده من هم يعني مش تحسسيش انت من البلد وسبيشال في تونس. حاسه يعني ان انت واحده منهم. قرية تونس بالظبط. طيب قولي لي ليه ملك بقى؟ يعني سموكي ملك ليه؟ وبصي الكاسس تبع ملك دي بضحك قوي عشان انا كنت مره رحت المستشفى تمام كان في الهرم وانا كنت مش بكلم عربي قوي تمام وكان البنت اللي كان اكتب اسمي في الريسبشن كان بيقول لي اسمك ايه؟ انا اقول ليتيسيا تيرادو مورغا. البنت هي مش عارفه تكتب عشان كده بقى كان خدوا خلاص اكتب ملك. اسهل يعني جت معاهم ملك كده بالصدفه. ايوه. طيب احنا بقى عايزين ندخل للعادات والتقاليد بتاعه الفيوم. ايه الحاجه اللي لفتت انتباهك؟ ايه الحاجه اللي اتعلمتيها او حبيتي تتعلميها ولفتت انتباهك كده في الاول فقلتي انا هتعلم الحاجه دي وبداتي خلاص تعيشي حياتك بقى كانك واحده من الفيوم؟ تمام الحاجات برضو الناس بتسهل لك الحاجات دي يعني انا بقول لك عشان في تونس متعودين على السياحه متعودين على فيها اجنبي وبرضو هم بيحترم تقاليد احنا برضو يعني في زي ميكس. بس طبعا اول حاجه عجبني جدا الموضوع تبع الفاميليز يعني اللي فيه مثلا في البيوت حاجه عجبني قوي الجو الاسري والعائلي في اوضه مثلا الضيوف تمام ولو مثلا في راجل في البيت وفي حد يجي ضيوف رجاله في اوضه هم قاعدين فيه ما فيش علاقه مثلا بالست اللي قاعده جوه في النص البيت الثاني بنعمل لها باب كمان خارجي كده. ايوه دي عجبني جدا. وكمان اللي هم بقى لو في ضيوف في البيت مثلا
بتخليكي انت في البيت، يعني عندك اوضه وتديلك اوضه وتديلك حمام على نفسك وتديلك الاكل تاكل براحتك، ده حاجه جميله جدا بصراحه. ده مش يعني مش بيحصل بره مصر. طيب قولي يا ملك، ايه العادات اللي انت بقى يعني اتعودتي عليها هنا وبقيتي بتعمليها زي المصريين؟ تقريبا قولي 90% متعودة عليها، يعني تقريبا غير الموضوع النوم والواحد مش بينام بدري والكلام دي، غير دي تقريبا كل حاجة انا متعودة عليها. بتشربي الشاي بعد الغداء مثلا؟ ايه سوري؟ بتشربي الشاي بعد الغداء؟ احنا ما عارفين لازم نتغدى ولا لا؟ انا مش بشرب شاي للاسف. طب شفتي بقى، شفتي مش كل حاجه. ايوه دي كوي يعني كوي عليا قوي. مش انت بتشرب شاي؟ هم بيحاولوا كتير جدا على فكره يعني. بس مش قادره بصراحه بالموضوع الشاي. طيب عجبك العيش الفلاحي بتاعنا؟ طبعا طبعا دي احسن حاجه. ايه تاني؟ ايه تاني من الاكل؟ من البيوت ده ما فيش حل. الفيوم معروفه ان هي بتعمل اكل كويس، ايه تاني من الاكل عجبك؟ كويس كل حاجة جميلة طبعا. أول حاجة الملوخية، ده ما فيش يعني برضو حاجة سلام. زيها. وبرا إحنا ما عنديش حاجة اسمه ملوخية، مش عارفين يعني، بس دايما انقل انت بقى الثقافة دي برا، يعني لما تسافري في زيارة بقى. أيوة. أو في أجازة أنا باخد ملوخية معايا وأنا بسافر فعلا. أيوة تدعيني بجد. طب يعني بتاخدي إيه تاني معاكي وأنتي مسافرة غير الملوخية؟ بتاخدي إيه تاني؟ المحشي. بتاخدي محشي وأنتي مسافرة؟ لا يعني دي مش هينفع. بس لا خدي لا خدي بس المحشي دي حاجه برضه حاجه فيه وكده. طب قولي يا ملك، يعني انا عارفه ان انت كمان مهتمه ان انت تروجي للسياحه المصريه كمان مع صحابك ومعارفك بره، بتقولي لهم ايه؟ انا مش بقول حاجه على فكره، انا مش بقول حاجه، بس الناس بشايفيني انا مبسوطه وانا بنبسط، والناس بتسالني اصلا، الناس نفسها بتسالني بيقول احنا عايزين نشوف الجمال دي، بس يعني هما الناس اللي بتطلب مني. كويس، ودي دعايه كويسه جدا. طيب ملك، انت دكتوره علاج طبيعي، اخبار الشغل ايه عندك في الفيوم؟ الايه سوري؟ بتشتغلي في الفيوم كدكتوره؟ ايوه طبعا. طيب الاخبار عندك ايه؟ يعني الناس مثلا، انت خلاص يعني معروف ان الدكتور مثلا عندنا بيكون علاقات مع الناس، فخلاص بيكون في علاقات صداقه بجانب الشغل كمان. طبعا اكيد. لا الناس مبسوطين جدا اللي في دكتور هناك علاج طبيعي، عشان ده حاجه مش موجوده كتير كمان في المكان اللي احنا يعني ممكن في الفيوم نفسه ممكن فيه، بس في البلاد الصغير مش تلاقي كتير. اه مفهوم. عشان احنا شويه انسوليتد يعني، ما فيش يعني دكاتره كتيره في البلد الصغير. الناس لازم تروح مكان كاريا اكبر. عشان كده الناس يعني بجد مبسوطه. ده في يعني مثلا من بالي حصل خاكسه يعني كويس تلاقي دكتور مثلا جنبي وكده، يعني حاجه كويسه. حتى الاجنبي برضو اللي مقيمين في تونس مبسوطين من انا موجوده، يعني الحمد لله. احنا كلنا مبسوطين والله بوجودك يا ملك. بس بجانب بقى تكوين صداقات مع الناس حواليكي، انا عارفه كمان ان انت ليكي علاقه قويه بالحيوانات وبالخيل تحديدا. طبعا ده حياتي كلها اصلا الخيل والحيوانات عموما، يعني من انا صغيره، عشان كده حسيت في الفيوم، حسيت انا في البيت كمان. وحسيت طيب. العلاقه اللي فيه مع الحيوانات بالنسبه لي ده حاجه طبيعي، يعني حاجه طبيعي جوه قلبي، مش حاجه بيجي كده. طيب. حاجه بتبسطك يعني؟ طبعا. دكتوره ملك، يعني في حاجه كده معروفه عن الشعب المصري احنا ما نقدرش نقولها عشان شهادتنا مجروحه، بيقولوا دايما ان الشعب المصري او المصري ده راجل جدع، يعني فلما بيسافر بره لا معروف ان هو جدع. طبعا فانا ده ما فيش بجد، يعني مش انا عايزك انت تتكلم دلوقتي حضرتك يعني. طيب انا عايزك المصريين انا حسيت دي وانا بره مصر. طب ده عظيم، انا عايزك تحكي لنا عن مواقف كده حسيتي فيها فعلا ان الشعب المصري ده شعب جدع. كتير جدا تلاقي لو حصل اي مشكله تلاقي الناس جدع جنبي، وكمان لو انا سافرت بره اي مشاكل حصل انا سبحان الله لقيت المصريين جنبي، يعني حاجه جميله جدا. يعني مثلا سافرت بره، اقول لك دي حصل مثلا من شهرين كده، وانا مهندس، كان مهندس في ساعتها تليفون، كان مهندس انترنت على التليفون لسه، وكان محتاجه افتح عشان اشوف الفندق فين، عديت ولقيت الراجل ماسكه موبايل، قلت له معلش يعني، قلت له سوري يعني ممكن استخدم النت، ولقيت هو سبحان الله مصري، دكتي لي التليفون بيقول لي اودي هنا يا بنتي، اودي هنا وتستحمل الانترنت انت عايزه، وده راجل جميل جدا.
ده حصل كتير قوي، حصل بس بالمصريين سبحان الله. طيب ملك، يعني كلنا لما بنسافر اي مكان او اي بلد غير البلد اللي احنا عايشين فيها بنتعرض لمواقف، لاختلاف الثقافات واختلاف اللغه، حاجات كتير جدا. ايه المواقف اللي انت تعرضت لها اول ما جيتي؟ يعني مواقف لما بتفتكريها دلوقتي بتضحكي. كتير جدا يعني، بس دايما حاجات كويسه يعني مش حاجات وحش. يعني مثلا اول حاجه خالص انا في مصر كان عايشه في شارع الحرم من زمان، رحت مشيت على رجلي جيزه، تمام، وانا في جيزه عايزه ارجع الحرم، تمام، وانا بحول واقف ميكروباص وبيقول له جيزه، وقعدت الربع ساعه ما فيش ميكروباص واقف. انا اقول في ايه يا ربي، يقول الهدوم مثلا مش مناسب، والناس ليه مش واقف راجل واقف، والله راجل واقف، بيقول لي يا اختي انت في جيزه. لا وبتركب ميكروباص يعني كمان حاجات يعني. بس تلاقي الناس بضحكه وبتعادي وحاجات جميله يعني. بتشجعي كوره ولا يعني لا؟ موقف كتير جميل الحمد لله. طيب ده عظيم. ليكي في الكوره؟ سوري؟ بتشجعي كوره؟ انا اسف بس مش قوي. يعني ما بلازم مش قوي. ما تعرفتيش بقى، ما ده يعني مش مشجعه بقى قويه لنادي من الانديه يعني. انا عارفه في الاهلي وفي زمالك وبحب الاثنين، انا ما عنديش فكره خالص بالموضوع بتاع الكوره، حتى في اسبانيا برضه دبلوماسيه، برضه دبلوماسيه، ده مطلوب برضه. ايوه طبعا. طيب ملك قولي لنا بقى، يعني لو هتعملي مقارنه مثلا في الحاجات اللي شبه بعض بين مصر واسبانيا، في ايه الحاجات اللي شبه بعض؟ جدا طبعا. ايوه انا حتى عارفه في اللغه في بعض الحاجات المتشابهه، يعني اعتقد ان ايوه رز في 7000 كلمه في اللغه الاسبانيه، يعني 7000 كلمه عربي. كتير جدا يعني، في كمان شويه تقاليد برضو قريب، وفي طبعا العرب كان 900 سنه في اسبانيا من زمان، طبعا اكيد في حاجات يعني شبه بعض، كمان شكل برضو ناس كتير شبه زي بعض، يعني احنا في اخوات يعني مش ناس بعيده. طيب ايه حكايتك مع السياحه العلاجيه في مصر؟ السياحه العلاجيه اللي انا بشتغل فيها، هو لسه هو دي السؤال صح؟ انا مش فاهمك معلش. اتفضلي. ايوه انا برضو مش فهمت السؤال. طيب انا بتكلم عن نشاطك في السياحه العلاجيه، هل يعني انت شفتي السياحه العلاجيه هي موجوده في محافظه الفيوم، بتتابعي نشاط السياحه العلاجيه ازاي؟ هل من وسائل الترويج للسياحه العلاجيه في الخارج؟ هي مش الناس لسه مش متعوده قوي الموضوع دي هنا في مصر، يعني مش متعودين قوي ومش فاهمين قوي، على الرغم من ان الناس كتير قوي بتيجي من بره مصر. ايوه سبحان الله، الناس من بره تفهم اكتر الموضوع دي، بس احنا بنحاول يعني واحده واحده الناس برضو تفهم، وفي اخر 3 4 سنين الموضوع جايه شويه، الموضوع يعني الناس بفهم اكتر. طيب ملك، في اي حد تعرفيه، صحابك، معارفك، قرايبك من اسبانيا جم كمان هم عايشوا هنا في مصر، ان كان بقى في الفيوم او في اي مكان في مصر؟ ايوه عارف شخصي، بس مش مقيم على طول، بس هو الراجل تمام، بس هو بقى تقريبا برضو يعني 10 سنين بيجي مصر، وعنده بيزنس هنا اصلا، عنده شركه مع حد مصري، وبتيجي تقريبا كل 3 4 شهور، وعنده بيت هنا، وانا وصلت له الفيوم، مبسوط جدا هو بيجي الفيوم يعني، بس بيجي اجازه طبعا، بيجي اجازه الفيوم مثلا 3 4 ايام، وبنبسط كتير جدا ما شاء الله. طب احنا لما بنسافر بره يا دكتوره ملك بيبقى لينا اجازات سنويه، يعني مثلا بنرجع المقيم في الخارج، المصري المقيم في الخارج بيبقى ليه اجازات سنويه، بيجي مصر بيقعد مثلا على حسب الاجازه بتاعته مثلا شهر ولا حاجه هنا مع اهله. انت بتسافري اسبانيا كل قد ايه؟ انا بسافر مره في السنه ودايما في الصيف الاجازه بتاعتي، بسافر يعني 10 ايام مثلا مش اكتر، عشان طبعا انا عندي مسؤوليات كتير هنا، الحصان، الكلاب، القطه. اخيرا بقى يا ملك، بتتفرجي على مسلسلات، على افلام، على مسرحيات مصريه؟ للاسف جدا انا مش بتفرج على اي ميديا. لا للاسف جدا. لا احنا بقى بندعوكي ان انت لازم تتفرجي، يعني هتحبي ماشي. كمان مصر اكتر ما انت بتحبيها. ماشي افرج على المسلسلات والحاجات دي ان شاء الله. خلاص اتفقنا. طبعا ليتسيا احنا بنشكرك شكرا جزيلا، ونورتينا ومنوره مصر كلها، ومصر طبعا بيتك شكراً. التاني. شكرا ليك يا ليتسيا. شكرا جدا. شكرا.